تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادر والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد بس أخي أطفال وش راكم؟ لاباس؟ راكم هايلين بهذه الألوان الجميلة؟ راكم فرحانين لكم في حصة مع عمو يزيد؟ إذن يا أطفال أنتم تاني لكم تشاهدوا فينا إذا حبيتوا تفرحوا كما هاد الأطفال اللي راهم معنا اليوم وحبيتوا تشاركوا تشاركونا هذه الفرحة وتحضروا معنا ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك. إذن يا أطفال لما تشاركوا في التسجيل لازم شوية على الصبر لأن التسجيلات راهي كثيرة 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 على بالنا بلي تحبونا احنا تاني نحبوكم ماذا بينا نستضيفكم كامل إذن ما عليكم إلا شوية على الصبر راح نتصلوا بكم. يا أطفال كالمعتاد نبدأ دائما الحصة تاعنا بيوم عالمي مهم ومفيد في حياتنا نتوقفوا عنده. على بالكم في كاين أيام عالمية ودولية كثيرة كثيرة اللي تخلينا نتوقفوا باش نديروا حوصلة ولا باش نتوقفوا عن شيء مهم. وفي هذه الفترة هذه منذ سنة 2014 في 31 أكتوبر كاين اليوم العالمي للمدن. هذا اليوم العالمي للمدن هو لتشجيع العمل الجماعي باش تكون برك تشوفوا بالمرات كاين دعاية هكذا تشوفوا من أجل مدينة نظيفة من أجل يعني هذا اليوم العالمي هو لتشجيع هذا العلم لتشجيع هذا العمل حتى يكون عندنا مدن تكون المدن تاعنا نظيفة يكون العيش فيها جميل. إذن هذا هو الهدف من هذا اليوم العالمي حتى يكون عندنا عمل جماعي وانسجام ما يجعل المدن تاعنا والأحياء تاعنا شاملة للجميع وملائمة لحياتنا. يا أخي تحبوا الألغاز؟ أبي تحبوا الألغاز لذا اليوم راح نطرح لكم لغز. لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يلتهب عندما تضربه على رأسه؟ نعود اللغز. ما هو الشيء الذي يلتهب عندما تضربه على رأسه؟ انتوما عبالي بلي شاطرين بزاف فكروا إلى غاية نهاية الحصة انتوما وأصدقائنا الأطفال اللي يشاهدوا فينا للجواب على اللغز ما عليهم إلا يتوجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. والشاطر يعطينا الحل أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال فكروا في هذا اللغز بديتوا تعرفوا شوية الجواب سهل ولا صعب؟ سهل برافو. إذا فكروا إلى غاية نهاية الحصة كاين شيء مهم رانا نعيشوا في هذه الفترة ستينية مؤتمر وش هو أول مؤتمر في ثورة التحرير؟ مؤتمر اللي كان في سنة 1956 مؤتمر تعرفوا مؤتمر؟ مؤتمر؟ قولي لي واسمك بنتي؟ رفع؟ الله يبارك. واش هو المؤتمر؟ مؤتمر؟ سيتي؟ سيتي؟ اوكي شكون يعرفوا؟ واسمك قولي لي؟ سيدي علي شنف. واش هو المؤتمر؟ مؤتمر صمام. مؤتمر صمام اللي كان في أي يوم؟ شكون يعرف في أي يوم؟ واسمك بنتي؟ مريم. مريم الله يبارك. 20 أوت في أي سنة؟ في أي سنة؟ واسمك؟ بدر الدين. بدر الدين في أي سنة؟ 1962. لا 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 مشيت 62 شوفوا واحد آخر
واسمك ولدي؟ فيصل. في أي سنة؟ نسيتها. في أي سنة؟ 1956. واسمك؟ عماني محمد. الله يبارك، الله يبارك، برافو برافو. إذن مؤتمر سومام كان في سنة 1956 في يوم 20 أوت، هو أول مؤتمر اللي نظمت فيه ثورة التحرير صفوفها. في كل مرة رانا نعودوها في كل حصة، علاش؟ لأننا في 2016 احتفلنا بالذكرى 60 مؤتمر سومام. مليح أننا نتوقفوا عند هاد التواريخ. لذا طلبنا اليوم من أيمن الباحث أنه يدير لنا بحث عن المجاهد العقيد الطيب الجغلالي. إذن تفضل أيمن بهذا البحث. مساء الخير يا أطفال، اليوم جيت نحكي لكم على عقيد طيب جغلالي. ولد سنة 1916 ببلدية عمارية ولاية مدية من عائلة فلاحية متوسطة الحال. حفظ القرآن الكريم وتلقى تعليما ابتدائيا بمقصد رأسه. التحق مبكرا بصفوف الحركة الوطنية، وذلك السنة 1937 في صفوف حزب الشعب الجزائري. تكلف بمهمة تنظيم خلايا النضالية بمنطقته، وظل على هذه الحال إلى أن اكتشفت السلطات الاستعمارية أمره فسجنته، ثم نفته لمدة 4 سنوات خارج منطقته. فاستغل هذا النفي لينتقل في سهول متيجة وقرى ومدن مدية والبوليدة لنشر أفكار ثورية. عند اندلاع ثورة تحريرية في نوفمبر 1954 كان من الأوائل الذين لبوا النداء وتكلف بالامداد العسكري كجمع الأسلحة وبناء المخابئ وجمع الأموال. سنة 1957 عين مسؤولا للمنطقة لويا الرابعة، وبعد زيارته لتونس سنة 1958 رقي إلى رتبة عقيد، وأسندت إليه قيادة ولاية السادسة بعد استشهاد عقيد سي الحواس، واستطاع العودة مع أكثر من 200 جندي وضابط. وبعد أن اخترق خط موريس وشال والتحق بولاية الرابعة يرتب أمور الانتقال إلى قيادة ولاية السادسة، استشهد في 20 جويلية 1959. شكرا 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 أيمن، شكرا 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 أيمن. واش رأيكم يا أطفال؟ وقبيلة عمو يزيد، عمو يزيد قال لكم باللي تكلمنا على اليوم العالمي للمدن. أنا اليوم جبت لكم أغنية تتغنى بالبلدة، نقول فيها بلدتي يا بلدتي. يلا تغنوا كامل معي يا بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن ما عدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، يا هنايا يا أمان في حما بلدتي. عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، يا محلى أوقاتي فيها طفولتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن عدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي. فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن ما عدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي،
رفقتي وأصدقائي، جيراني يا هنائي، لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي. أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي، أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي، إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، ووديان أتسيل مأبهاها غابتي، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية؟ إذن الأغنية تتغنى ببلدتك. إذن الإنسان دائما عنده حنين للبلدة تاعو اللي تربى فيها، اللي عنده فيها أصدقائه، اللي درس فيها، اللي عنده الرفاق نتاعو. يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن ماذا بيا كامل ترحبوا بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية بألعاب الخفة. تفضل عمو سليم. مرحبا. سليم يا أطفال. واش رأيكم دركا عمو يزيد؟ تحبوا الحكايات؟ إذن عمو يزيد راح يحكي لكم
حكاية اليوم، يلا معايا كامل. إذن يا أطفال كما وعدتكم مقبلة، عمو يزيد راح يحكي لكم دركا حكاية العصفور والثعلب الماكر. واحد النهار في الغابة كان واحد العصفور عنده عش في الشجرة وعنده البيض ديالو، كان يحافظ على البيض هذاك وكامل، ولكن من الجهة الأخرى تاع الغابة كان جاي واحد الثعلب الماكر يمشي هكذا، يمشي ويقول راني جيعان اليوم، لازم نصيب واحد نفترسو، لازم نصيب فريسة، راني جيعان لازم نصيب شي حاجة ناكلها. قاعد يمشي يمشي هكذا، من بعد طلع راسو شاف هذاك العصفور بالبيض ديالو. قالوا اسمع يا عصفور، ارمي لي هذاك البيض لازم ناكله ولا نطلع ناكلكم كامل. خاف هذاك العصفور، قال له علاش؟ قال له انا مسكين وهادو ولادي وعلاش تاكلهم لي وكامل؟ قال له انا نقول لك بعث لي هذوك البيضات هذوك باش ناكلهم، وقاعد يستخايل في روحه كاش ياكلهم وكامل. قال له صحه، قال له صحه. هذاك قعد هذاك العصفور يفكر، قعد هذاك العصفور يفكر كاش يدير باش يسلك من هذاك الثعلب الماكر. بعد صاب فكره، قال له شوف، قال له رجع العشيه مع غروب الشمس، قالوا راح نحضرهم لك، راح نوجدهم لك باش تاكلهم وتسلدهم. قالوا صح، قالوا من العشيه نرجع باش ناكلهم. قالوا صح. راح هذاك الثعلب وهذاك العصفور قاعد يخمم، يا ربي كيفاش ندير كيفاش ندير كيفاش ندير. بعد جاته فكره، راح بحث على حجاره، يعني حجر يشبهوا للبيض، مدورين هكذا كل بيض بيوضه. راح حوس كاع في الغابه وكامل وجابهم، جاب اربعه ولا خمسه هكذا، حطهم في العش هكذا ويستنى في هذاك الثعلب الماكر. لما جاء هذاك الثعلب قال له وراه البيض تاعي حضرته لي؟ قالوا نعم انا حضرته لك. قال له راه واجد؟ قالوا افتح فمك برك هكذا. قالوا ما تمدغ ما والو. قالوا بلع برك. فتح فمه هكذا وقعد العصفور يرمي له هكذا في الحجر هذاك اللي شبه للبيض، وهذاك يبلع ديركت، هو يبلع هكذا مباشره، عم بالو يبلع في البيض، يبلع يبلع يبلع. ومن بعد بدات كرشو توجعه، كرشو توجعه، قد يتلوى 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 هكذا، هذاك الحجر كامل كامل في الاستومه تاعو يتلوى هكذا. وهذاك العصفور قال له شفت شفت كي تظلمني. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من هذه الحكايه انه لا يجب ظلم الاضعف منا. بالضبط. برافو 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 بوبي. بوبي دائما يجيب لنا حكم وعبر. اذا يا اطفال لازم دائما الرفق والعطف على الضعفاء. لازم الانسان كي يكون ضعيف ما نستهزاوش به ولازم نتهلاو فيه. يا اخي يلا عجبتكم الحكايه يا اطفال؟ دركا لحقنا لواحد الفقره انا نحبها بزاف، هي وين تجو تحكوا لي النكت ديالكم. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي تعالي تعالي بنتي تعالي اروحي اقعدي. واسمك؟ ماريا حموم. وين تسكني؟ سكون في بليده. خيارنا. مدينه؟ مدينة الورود. مدينة ما جبتيناش وردة من بليدة. مدينة الورود نورمال اللي يجي من بليدة ولا ولاية بليدة يجيب معاه وردة. مدينة الورود. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد البرغوت وبرغوتة راحوا للسينما، وكي خرجوا قالها واش حبيتي نركبوا في كلب ولا نحو نمشوا؟ برافو برافو برافو. تعالي بنتي روحي روحي تعالي تعالي أقعدي. واسمك بنتي؟ نهال. نهال وين تسكني نهال؟ باب زوار. باب زوار. احكي لنا النكته تاعك. كان واحد النهار وحلو جاب لابتوب جاي شاشه في الدار، ومن بعد جات مانو جات ركبت فيه، قالت له يا وليدي شحال الوزن؟ قالها 6 ملايين. قالها توزني 6 ملايين. قيس القيمة تاع اللابتوب يعني. برافو برافو. تعال تعال ولي تروح تعال أقص. تفضل ولدي. واسمك؟ صفوان. وين تكون صفوان؟ باب زوار. خيار الناس. واش هو اللغز تاعك؟ جو سوي لا بروميير دو مي 25 سور. كون جو سوي با لا باري اي بري اي جو سوي 3 فوا ان كندا. اوكي تعرفوها؟ شو الجواب؟ لو أ. ها؟ لو أ. برافو برافو. إذا لو أ. أوكي.
لو أ تعالي أروحي تعالي أقعدي بنتي واسمك أميرة أميرة وين تسكني في بليدة في بليدة ما جبتيش وردة أنت تاني حنا عطينا لك وردة رسمناها لك وكامل ما جبتيناش وردة يلا حكينا نكتة تاعك واحد الراجل عينيها كبار ما لا يشوف الزيتون يشوفه دلاعة راح عند واحد يبيع زيتون قال له هو يعطيني ربع زيت ربع دلاع قال له هذا مش دلاع هذا زيتون بعد قال له روح تايا تبيع الدلاع وتزيد تكذب بيا عمله دلاع برافو تعال اروح تعال واسمك مقران وين تسكن مقران في بليدة ما جبتش وردة انت تاني خيار الناس قولي وليدي نكتة تاعك كاين واحد راجل خلو مسمار في رجله ومن بعد راح للطبيب ينحيه له لو قال له الطبيب 250 ومن بعد قال له عوجه لي برك برافو 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 يا اطفال لحقنا دركا ركن الجواب عن اللغز ما هو الشيء الذي يلتهب عندما تضربه على وجهه شكون اللي عنده الجواب تعالي بنتي روحي روحي واسمك شاهد مرابط وين تسكني شاهد في براقي في براقي خير الناس وش هو الجواب ظلامات واسمه بالعربية تفضلي لمكانك شكون اللي يعرف اسمه بالعربية تعالي روحي تعالي وش هو الجواب على اللغز نسيته واسمه نسيته معلش روحي تفكري هو رجعي واسمه ظلمت بالعربية تعالي 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 معلش قالتومي واسمك بنتي شاناز واسمه عود الكبريت عود الكبريت فوالا نعطوها الهدية اللي قتنا ظلمت نعطوها الهدية إذن تعالي تعالي بنتي تعالي نعطيك الهدية تاعك تعالي تعالي إذن واسمه ظلمت بالعربية كبريت عود الكبريت عود الكبريت فوالا إذن عمو يزيد هدي لك هدية لكاع الناس يسيبوا اللغز قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة عفواً وهذا سيدي عمو يزيد من حق الطفولة فيه 22 أغنية إن شاء الله تفيدك يلا تفضلي بنتي مكانك شكرا عفواً العفو بنتي العفو والآن لحقنا الركن عيد الميلاد عيد الميلاد ياسمين 7 سنوات تفضلي معي ياسمين وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لها الجاتو وإحنا نغنوا لياسمين عيد ميلادك أحلى عيد يلا بنتي تعالي ياسمين يلا تعالي عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل أمراح ونعيشوا أحلى الأوقات نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها
باسمك انت زينناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زينناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو إذن سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد يلا برافو 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 إذن برافو برافو إذن ياسمين عندك شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم كامل يا أطفال عندكم شهادة لكل واحد في نهاية الحصة يا أخي في ظرف في ظرف جميل كما هذا تفضلي بنتي تفضلي إذن أنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل على نفس التوقيت في نفس القناة حبكم يا أطفال لا تحزن وحن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد